السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي ونحبكم يا أصدقائنا. نحن نحب الجميع. عمر وهنا هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله سوف نمرح معا. عمر وهنا وقت النزهة. أنا متحمسة للذهاب إلى الشاطئ. الحمد لله. سأبني قلعة رملية كبيرة وأريد أن أسبح. أريد أن آكل البوظة. البوظة يم يم يم. وعليكم السلام. نعم سيدي. أوه الآن؟ لكن سآخذ عائلة. حسنا بالطبع سآتي حالا. أنا آسف جدا، استدعيت إلى العمل. أيمكننا الذهاب إلى الشاطئ لاحقا؟ سنذهب في نزهة على أي حال، لكن لا يوجد شاطئ أين سنلعب. أتعرفان؟ يمكننا التنزه في المنزل أيضاً. حقاً يا أمي؟ نعم، تعاليا لتريا. ترى. أوه. لكن يا أمي أريد قلعة كبيرة. لكن لدينا قلعة كبيرة. واو مرحبا، أنا الملكة الأم. واو أهلا بكما في قلعتي. دوري دوري، أنا فارس شجاع. السيد عمر سيحمي الجميع. ها واو. ها ها هاي والآن شاهداني أس. أريد الذهاب إلى الشاطئ، أريد أن أسبح. هنا انظري إلى هذا أمواج. واو أيمكنني السباحة؟ انطلقي. ياي. الأمر يا هنا. أريد أن أسبح سباحة حقيقية. هنا لا يمكنك السباحة، لكن لنعد النعم التي لدينا. انظري على ما تحمدين الله. لعبي؟ الحمد لله لديك ألعاب جميلة كثيرة. بعض الأطفال ليس لديهم الكثير، لا ألعاب ولا شيء يتباهون به، لكنهم سعداء بفضل محبة الله، لذا علينا أن نقول الحمد لله الحمد لله. أوه صحيح، لدي ألعاب كثيرة. الحمد لله. لدي مفاجأة، أتريدان رؤيتها؟ أي مفاجأة؟ ترى! بركة! لدينا بركة الحمد لله، نسبح ونلعب الحمد لله، نحن جميعا سعداء الحمد لله، لنقل جميعا الحمد لله الحمد لله. واو ألستما سعيدين؟ بالطبع، شكرا يا أمي، بنيت لنا قلعة كبيرة وملأت البركة لنا، الحمد لله.
لكن من الأفضل لو كان لدينا بوضة. أها، انتظر هنا يا عمر. تدا، بوضة لك يا عمر. ها؟ واو، شكرا يا هنا. يم يم يم، لذيذة جدا. السلام عليكم، لقد عدت. ها، أبي. مرحبا. واو، نزهة في حديقتنا، أليست ممتعة؟ طبعا، وستكون أفضل لو كانت لدينا بوضة. بوضة، شكرا يا أبي. العفو، لنأكل معا. حسنا. أوه، سامحوني جميعا. ثانية، حصلت على تذاكر مجانية لمدينة الملاهي. لنقل جميعا الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون أننا حين نشكر الله يزيد نعمه علينا؟ لذا لنقل الحمد لله كطريقة لنحمد بها الله.